الماسك ده يا بنات بجد هايل جدا جدا للشعر، وهيفرق في شعرك لو انت شعرك محروق من المكوى، متقصف، هايش، عايزه تطوليه، عايزه تنعميه، عايزه تديله لمعه. صدقوني الماسك ده فعليا فعليا انا بقيت مدمنه عليه. ماسك الرز جميل جدا جدا، وفعليا هيفيدكم لو انتوا مهتمين تعرفوا ايه هو الماسك ده. يبقى كملوا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده يا بنات وصفة جميلة جدا جدا، واحسن حاجة فيها ان هو ماسك شامل كل وصفات الشعر. انا بحبه جدا، واسبوعيا بعمله ممكن مرتين في الاسبوع. هينعم شعرك، هيطوله، وهيديله لمعة جميلة جدا جدا. لو عندك فراغات هتنبت بجد. الماسك ده جميل جدا جدا، ولو انت ما استخدمتيهوش صدقيني هتخسري كتير. الوصفة بتاعتنا يا بنات مكونة من مكون واحد بس، وكمان متاح في كل بيت، كل بيت فعليا، وكمان سهل جدا استعماله واستخدامه ووضعه على شعرك. تمام، يلا بينا نخش على طول في الوصفه عشان مش عايزه اطول عليكم. اول مكون عندنا في الوصفه دي، وهو المكون الاول والاخير، هو يا بنات الرز الابيض. شايفين كده يا بنات، انا جايبه كوبايه كامله من الرز الابيض وملياها بالرز. هي دي يا بنات المكون الوحيد اللي عندنا اهو، زي ما انتم شايفين اهو يا بنات الرز الابيض عادي بتاعنا. تمام، لا رز اسمر بقى ولا اي حاجه خالص من دي، لا رز ابيض. تمام، هنعمله بطريقه سهله جدا وسهله. اول حاجه هنحتاجها يا بنات هو حله زي دي. ايوه حله زي دي اهو، بسيطه. وهنبدا ان احنا نحط فيها الرز بتاعنا. الكوبايه الكامله يا بنات هتكفينا وهتبقى كويسه جدا. لو انت شعرك طويل زياده عن اللزوم هتحتاجي مثلا كوبايتين، عشان الماسك ده يا بنات هنحطه على جذور الشعر وهنحطه على شعرنا، يعني هنستخدمه كويس جدا جدا يعني. تمام يا بنات اهو. تاني حاجة احنا هنستخدمها ان احنا هنجيب كوباية مية كبيرة. بصوا يا بنات انا جايبة كوباية كبيرة جدا من المية، وهنقلبها. وصفة سهلة جدا، وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنحط الرز ده على النار يغلي لحد يا بنات ما يبقى يعني سهل الاكل، كانك بتعملي رز يعني، مش ناقص بس غير ان انت تحطي ملح وتحطي سمنه او زيت. تمام يا بنات، انت هتسيبيه على النار لحد ما يبقى طيب كده، يعني ينفع الاكل. تمام، لان هو دلوقتي طبعا ناشف. هتحطيه لحد ما يبقى سهل جدا اللي هو المضغ، عشان هنبدا اقول لكم احنا هنعمل ايه. احطه على النار يا بنات وهسيبه لحد ما الميه دي تتشرب، ولحد ما الرز بتاعي يبقى زي ما قلت لكم ناعم. وبكده يا بنات يكون الرز بتاعنا بقى طري زي ما احنا عايزين، بقى القوام اللي احنا عايزينه. هبدا ان انا احطه في الكبه لان انا عايزه اضربه. طبعا لما الرز المعجن ده بيتضرب في الكبه بتبقى يعني بيبقى كده كريمي حلو جدا، انتوا هتشوفوا بعينكم دلوقتي حالا. بدأت هنا ان انا اضربه في الكبة كويس جدا، وحاولت ان انا اطول عليه الكبة، يعني بتضربيه مثلا ان انت بتدوسي على الكبة وبتسيبيه شوية لحد ما يبقى القوام كريمي معاكي. والنتيجة هتبقى زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو يا بنات. بصوا حتى الرز لسه سخن شوية، طبعا زي ما انتوا شايفين اهو يا بنات بقى كريمي جدا، حلو قوي قوي قوي، جميل. انا بحب القوام ده جدا جدا. طبعا انا هنا هبدا ان انا احطه في الطبق عشان هبدا ان انا اكمل معاكم الوصفه، وهقول لكم ايه هي المكونات اللي احنا هنحطها على كريم الرز ده. نكون وصلنا لقوام الماسك اللي احنا عايزينه. بصوا كريمي جدا، طبعا هو ماسك لسه شويه، بس اخر حاجه احنا هنحطها هتكون هي سبب ان الماسك بتاع الرز يسيب شوية. زي ما انتوا شايفين يا بنات انا عملت معاكم الماسك بشكل سهل جدا جدا. الاضافة اللي احنا هنحطها يا بنات وهي الاخيرة، وهي شيء اختياري بس انا بعتبرها نوع من انواع الحاجة الاساسية في الوصفة بتاعتنا، وهي اي نوع من انواع الزيوت. انا هنا يا بنات هستخدم معاكم زيت بذر الكتان، بحبه جدا لان هو بيطول شعري وكمان بيديله لمعة حلوة جدا.
ويعني بيطلع بينبت الفراغات وكده، فانا مجرباه بشكل عملي وبحبه جدا. انتوا طبعا باختياركم تحطوا اي زيت، ممكن تحطوا زيت الخروع، ممكن تحطوا زيت السمسم، اللوز الحلو، زي ما انتوا عايزين. حطوا زيت الزيتون، زيت الزيتون جميل جدا 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 في الوصفه، وكمان على طول بتكلم عن يعني ان هو مفيد جدا للشعر، تمام. فانا هحط النهارده معاكم هو زيت بذور الكتان، تمام، وده شيء اختياري، وتقدري ان انت تختاري اي زيت انت حباه. انا هنا احط معلقه اهو كامله من الزيت وهقلب. الوصفه معانا اهو هتسيب خالص كده، هقلبها كويس جدا. طبعا الماسك الابيض بقى شويه اصفر، لان زيت بذر الكتان ليه لون زي ما انتم شايفين، عامل زي زيت الزيتون كده. بصوا يا بنات، الماسك ساب خالص وهقدر ان انا احطه على شعري. وصفه سهله جدا يا بنات، جدا جدا فوق الوصف، وكمان تطبيقها اسهل. كل اللي انت هتعمليه هو انك هتستخدمي الماسك ده من يعني اقل حاجه تستخدميه مره في الاسبوع، دي اقل حاجه، تمام، يعني من مرتين لثلاثه في الاسبوع. حلو جدا، وكمان هيفرد شعرك من اول مره وهيديله لمعه جميله، ده غير ان هو هيغذيه وهيطوله. لو انت شعرك هايش، الوصفه دي بجد النهايه للهيشان. وانت شعرك هايش عايزه تطوليه، محروق من المكوى، فالماسك ده هيكون هو افيد حاجه بجد فعليا ليكي. مجرباه وجميل جدا جدا يا بنات، تمام. انت هتستخدميه ازاي؟ اولا هتسرحي شعرك كويس جدا، تمام، وبعد كده لازم يبقى متسرح لان احنا بنحاول نفرد الشعر. هتسرحيه وهتمسكي هتفرقي شعرك اربعه، تمام، يعني حته من حتتين من قدام وحتتين من ورا، وتفرقيهم، وتبداي ان انت تمسكي حبه من الرز وتبداي ان انت تدلكي شعرك بالاسلوب ده على خصل الشعر وطبعا الجذور. سهله جدا، هتحطيه على شعرك ساعتين، وبعد كده تغسليه، تمام. مش محتاج خالص انت تنامي بيه، مش محتاج اي حاجه من دي خالص. انا بفضل ما نمشي بيه، احطه ساعتين وبعد كده اغسله عادي او اخد الشاور بتاعي. اتمنى ان يا بنات اكون فدتكم. مجربه ومضمونه وجميله، استخدموهم من مره لثلاث مرات في الاسبوع، هتفيدكم جدا جدا وهتعمل معاكم نتيجه حلوه. اتمنى اكون فدتكم، واتمنى ما اكونش طولت في فيديو، لكن انا حاولت ابين لكم او اريكم التفاصيل عشان محدش يحتاس معايا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وتنسوش تعملوا كمان اشتراك في القناه لو لسه ما انضمتوش لتيم لكي سيدتي مع صوفي. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.